بسم الله الحكم العدل الذي لا معقب لحكمه يوم الحساب، والصلاة والسلام الأتمان على من أوتي الحكمة وقصر الخطاب. سيد رئيس المحكمة وجدائي الرسالة، سيد رئيس المحكمة وجدائي الرسالة أخي الفاضل، السيد ممثل نقيب هيئة المحامين بالرباط، السيد ممثل مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، السيد ممثل رئيس الأمن الإقليمي بسلا، السيد ممثل قائد سري الطرق الملكي بسلا، السادة قضاة الحكم والسادة قضاة النيابة العامة، السيد رئيس كتاب الضبط والسيد رئيس كتاب النيابة العامة، السادة قطر ومنطفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، الحضور الكريم كل باسمه وصفته. تشرف المحكمة الجنائية بسلا كل سنة بتخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الموافق ل 18 فبراير من خلال تنظيمها لأشغال هذا اليوم الدراسي المبارك حول موضوع مدونة السير عبر الطرق وإشكالات التطبيق بين النص والواقع. إذ لا يخفى على حضراتكم الأبعاد العميقة والدلالة الرمزية لهذا اليوم منذ أن تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، كما أشار إلى ذلك فضيلة السيد رئيس المحكمة برئاسة اجتماع اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية يوم 18 فبراير 2005، وأصدر تعليماته السامية من أجل التصدي لنزيف حوادث السير والحد من عواقبها البشرية والاجتماعية والاقتصادية الوخيمة، ليتقرر حينها اعتبار تاريخ 18 فبراير يوما وطنيا للسلامة الطرقية حسب منشور السيد وزير الأول بتاريخ 29/8/2005 والدولية الصادرة في إبانه عن السيد وزير العدل عدد 33/3 بتاريخ 23/12/2005، وتم الشروع في وضع استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية ومجموعة من المخططات الاستعجالية المندمجة المنبثقة عنها في جو من التعبئة الشمولية لمختلف القطاعات المعنية بمحاربة حوادث السير ولمكونات المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والجهوي، وصولا إلى إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كمؤسسة وطنية شاملة تعني بتدبير كل المهام المرتبطة بالسلامة الطرقية، والتي شكل إعطاء انطلاقة أشغالها سنة 2020 منعطفا تاريخيا كبيرا يرمي إلى تدبير أفضل لملف السلامة على الطرق ببلادنا. هذا اليوم الذي يشكل بحق وفق ما ورد في الرسالة الدولية للسيد رئيس النيابة العامة عدد 1/90/2 بتاريخ 3/1/2019 وقفة تأمل للوقوف على المجهودات التي تم بذلها من مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية وتقييمها وتطوير وتفعيل آليات الوقاية من حوادث السير تجسيدا للإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص. الحضور الكريم، لا يخفى على حضراتكم أن موضوع السلامة الطرقية أو الوقاية من حوادث السير ضمانا لسلامة جميع مستعملي الطريق يعتبر من أهم القضايا المعاصرة التي تحظى باهتمام سائر دول العالم، حيث تحتل حيزا هاما في مختلف سياساتها العمومية، بل وتستنزف مواردها المالية خصوصا في الدول النامية بالنظر إلى ارتفاع تكلفة مخططات وآليات تدبير الوقاية من حوادث السير، فضلا عن ما تكلف هذه الحوادث كما أشار إلى ذلك فضيلة السيد رئيس المحكمة من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من ذوي العاهات والإعاقات الذين يصبحون للأسف عالة على أسرهم ويحرم المجتمع من طاقاتهم الإنتاجية، حيث تناهز القيمة الإجمالية للتكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير سنويا حوالي 1.69 من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل حوالي 19 مليار درهم ونصف سنويا، وهو ما تترتب عنه بطبيعة الحال آثار سلبية بليغة تحد من فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ولنا أن نتصور لو أن هذا المبلغ المالي الضخم صرف في مخططات التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال بناء المدارس، من خلال بناء مدارس، معاهد، مستشفيات وما سواها من المرافق العمومية ذات الاتصال الوطني بإشباع الحاجات العامة. كما تخلف حوادث السير للأسف، كما أشار إلى ذلك فضيلة السيد رئيس المحكمة، وطنياً مقتل 10 أشخاص، وهذه أرقام رسمية واردة في التقرير السنوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وإصابة 250 آخرين بجروح، وسنوياً تؤدي إلى وفاة أكثر من 3500 شخص، من بينهم
من بين 1500 1400 قتيل من المستعمرين للدرجات النارية، وإصابة 12000 آخرين بجروح بليغة. وعلى صعيد المحكمة الابتدائية بسبب فبرسم سنة 2023 تم تسجيل ما مجموعه 7671 محضر حادثة سير، ضمنها 81 محضر حادثة سير مميتة، وذلك بانخفاض ملحوظ في عدد حوادث السير مسجلة مقارنة بسنة 22، حيث بلغ عدد المحاضر برسم سنة 22 ما مجموعه 8751 محضر حادثة سير، مما يعكس مستوى وحجم الجهودات الجبارة المبذولة بالدائرة القضائية إدارياً وأمنياً وقضائياً من مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية. وكما هو معلوم وكما نوه بذلك وأشار إليه فضيلة السيد رئيس المحكمة، تنامي معضلة حوادث السير تساهم فيها حسب عدد من الدراسات الميدانية والعلمية مجموعة من العوامل، منها أساساً ما هو بشري يرجع إلى دور مستعملي الطريق بصفة عامة من سائقين وراجلين ومدى انضباطهم واحترامهم لقواعد السير والجولان، ومنها ما هو لوجستي يرجع إما لحالة المركبة أو السيارة ومدى صلاحيتها تقنيا للسير وتأمين سلامة ركبها كسلامة الهيكل، عدم تآكل العجلات، التوفر على الحصارات وغيرها من الأمور المعلومة، أو يرجع لحالة الطريق والبنية التحتية معبدة أم لا، مدى تشييجها بالملحقات، علامات المرور، الشوارع اللازمة. وإن كان العامل البشري كما هو معلوم المتمثل في سلوك السائقين وفق إحصائيات في هذا الباب يبقى من أهم أكبر العوامل المساهمة بشكل مباشر في ارتفاع حوادث السير، وإيمانا بأهمية السلامة الطرقية باعتبارها تدخل ضمن أولويات مفيد السياسة الجنائية، تحرص هذه النيابة العامة على التقيد في تعاملها مع جرائم السير مخالفات وجنح وسيما حوادث السير بالصرامة القانونية المطلوبة، في تقيد تام بكافة الرسائل الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، نذكر منها دورية عدد 30 بتاريخ 30/12/22 التي تشدد على ضرورة تقدم النيابة العامة بملتمسات أمام قضاء الحكم لرامية إلى تطبيق العقوبات الإضافية المقررة قانونا بالموازاة مع العقوبات الأصلية، مثل الخضوع لدورة تدريبية في التربية على السلامة الطرقية والطعن بالاستئناف في كل ما يستوجب ذلك. دورية صادرة بتاريخ 4/1/2023 حول تجويد محاضر حوادث السير التي تدعو إلى التنسيق مع سائر الشرطة القضائية قصد العمل على تدمير المحاضر جميع البيانات الأساسية المتعلقة بمعاينة الحادثة لتوفير المعطيات اللازمة للنيابة العامة لتحديد بدقة متسبب الحادثة، حتى يتسنى ضبط المتابعة وتحديد المسؤولية الجنائية والمدنية وحتى تشطير المسؤولية عند الارتضاء في حالة الحكم بالتعويضات المستحقة. وهناك دورية صادرة في 17/5/2019 حول عدم احترام بعض الممرات الخاصة لبعض أصناف مستعملي الطريق، سيما منها مخالفة خرق الممرات الخاصة لسيارة النقل العمومي بطرف باقي مستعملي الطريق العمومي، وتدعوها الدورية توجه إلى تفعيل مقتضيات المادة 87 من مدونة السير على الطرق في إطار مقاربة استباقية على أساس أنها نوع المخالفات غالبا ما ينتج عنه حوادث سير. هناك أيضا دورية صادرة في 19/2/2020 متعلقة بضوابط التدبير الإلكتروني لمحاضر مخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وكيفية التعامل مع مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها قانونا باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية في وقوع حوادث السير. كما لا تتوانى هذه النيابة العامة عن إعمال تدابير الحراسة النظرية كلما دعت ضرورة لذلك طبقا للقانون في حق مرتكبي حوادث السير البدنية المصحوبة بجروح بليغة أو عاهة مستديمة أو وفاة، وسيما منها التي تكون مقرونة بظروف التشديد المنصوص عليها في المواد 161 و 167 و 169 و 178 من دولة السير، كحالة السكر أو الفرار أو السير في اتجاه ممنوع أو عدم احترام الوقوف الإجباري أو عدم احترام حق الأسبقية، بما في ذلك إصدار عند الاقتضاء قرارات بالاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي خاصة في حالة عدم أداء الكفالات المالية المأمور بها، مع استثناء حوادث السير المميتة المصحوبة بحالة السكر والتي يتخذ فيها غالبا قرار الاعتقال الاحتياطي لخطورة الفعل المرتكب في هذه الحالة ومساسه بالنظام العام، بل وحتى بالنسبة لجنح السياقة في حالة السكر فإن هذه النيابة العامة لا تتوانى عن اتخاذ قرار الاعتقال متى تعمد أو امتنع المخالف عن أداء الكفالة المالية المأمور بها
لكون المخالف في هذه الحالة عندما قرر شرب الخمر بشكل اختياري والسياق في حالته لمركبتين يكون حتما قد توقع نتيجة ما قد يحصل من ضرر وفعل جرمي سواء ضد نفسه أو ضد الغير، ومع ذلك لا يبالي ويستمر في غيه وضراره، مما يكون معه ساعتها قد تكون لديه القصد الجنائي التام عن أي جريمة محتملة الوقوع في إطار ما يصطلح عليه فقها بالقصد الجنائي الاحتمالي. كما وجب التذكير أن هذه النيابة العامة تعتبر حماية أعوان الشرطة القضائية المكلفين بالمراقبة الطرقية وتأمين سلامة المرور وحماية مستعملي الطريق العمومي من أي تهجمات أو إهانات أو تهديدات خطا أحمر لا يمكن تجاوزه وتتشدد مع مرتكبيه قانونا، وذلك من المنطلق أن حماية مأموري جهات إنفاذ القانون يعتبر أحد أو إحدى أولويات تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة، ناهيك عن أن حماية عون المراقبة الطرقية من أي تهجم أو إهانة أو مس بكرامته الإنسانية والمهنية بمناسبة أدائه لمهام وظيفته يعتبر ولا شك مدخلا رئيسيا لتعزيز مجال السلامة الطرقية وتحفيزا له على بذل العطاء بكل مسؤولية وجدية والإحساس بالأمن المهني، وتعزيزا لنجاعة دخول هذه النيابة العامة في مجال السلامة الطرقية وفق التوجهات الرئاسية لرئاسة النيابة العامة. تم إعادتكم النواب بالحرص على إعادة تنظيم شعبة مخالفات وجنح حوادث سير مكتبة النيابة العامة من خلال تعزيزها بالموارد البشرية القضائية والإدارية الكفء والمؤهلة، حيث تشرف عليها قاضية للنيابة العامة تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك بمساعدة 11 إطار وموظف مكتبة النيابة العامة، ولأن السلامة الطرقية بما تعنيه من وقاية من الحوادث الحقيقية تفترض بداهة الوقاية أيضا من الحوادث الوهمية. أحدثت هذه النيابة العامة خلية لرصد وجزر حوادث سير وهمية ملحقة بالكتابة الخاصة لوكيل الملك، هذه الحوادث المزيفة التي لا تخفى على حضراتكم أثارها الوخيمة والسلبية على الاقتصاد الوطني من خلال المساس بالمصالح المالية لشركة التأمين عبر الاحتيال عليها ودفعها إلى صرف مبالغ مالية غير مستحقة دون الحديث عن المساس بمصداقية محاضر الشرطة القضائية والأحكام القضائية بتضمينها معطيات مخالفة للحقيقة، حيث وجد للبعض للأسف كما هو في علم حضراتكم في صرامة مدونة السير تجاه سائق المركبات فرصة للاغتناء الغير مشروع على حساب شركة التأمين، ويساعد للأسف على هذا الوضع واقع لا يمكن أن ننفيه منح شهادة طبية صورية للضحايا المزعومين من قبل بعض الأطباء والتهاون بعض الأحيان عن إجراء المعاينات الدقيقة لحالة الضحايا ومرافقتهم للمستشفيات أو المصحات عند إنجاز شواهد طبية خاصة في حالة الشك في طبيعة الإصابة. وهنا أحيل على دورية لسيد وزير العدل سابقا لا زال فعلها ساريا بمقتضى المشورة الموحدة للسيرة الإسنية العامة. كمعطى إحصائي في هذا الصدد سجلت خلية رصد وجزر حوادث سير وهمية بهذه النيابة العامة برسم سنة 2023 خلال فترة مصارمة ما بين 1/5/23 إلى 31/12/2023 ما مجموع 11 حالة توبع منها حالتين من أجل محاولة النصب وإهانة الضابط القضائي عن طريق تبرير بجريمة خيالية مع العلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة على ارتكابها، وتم اتخاذ قرار الحب في حق واحدة ولا زال البحث جاري في الباقي. برسم السنة الحالية في 2024 سجلنا لحد الساعة 3 حالات، وإلى غاية يعني بمناسبة إنجاز الرئيس لمصادر التقديم سينضاف حالتين يعني بعد 5 حالات توبع منها لحد الساعة حالة واحدة. ونغتنم الفرصة في هذا المقام للمشيد بالمجهودات الجليلة التي ما فتحت تبذلها رئاسة هذه المحكمة وقضاتها وقاضياتها فيما يخص المعالجة القضائية المسؤولة والجدية لملفات وقضايا حوادث السير، ونتوجه إليهم بالشكر الجزيل على مجهودهم القضائي الذي يصب ولا شك في اتجاه تعزيز السلامة الطرقية ببلادنا، ونفس الشكر الموصول إلى جنود إنفاذ القانون السادة ضباط الشرطة القضائية أمن وطني ودرك ملكي على أمانتهم وإخلاصهم وتفانيهم في أداء الواجب المهني تحت إشراف هذه النيابة العامة بكل يقظة وضمير المسؤول، بما في ذلك عناصر الوقاية المدنية فيما يخص مجهوداتهم لإسعاف الجرحى والمصابين وصون حياتهم. حضور الكريم، لا شك أن الحضور المتميز في فعاليات هذا اليوم الدراسي
من مختلف المهتمين والفاعلين في منظومة السلام الطرقية لمناقشة موضوع بغاية الأهمية حول بعض الإشكالات في تطبيق نجمع المدونة السن بين النص والواقع، يشكل فرصة مواتية لتسليط الضوء على بعض جوانب الممارسة الأمنية والقضائية المحلية على صعيد الدائرة القضائية المحكمة الابتدائية بسبب، بما يساعد على تشخيص مدى حجم ومستوى الانخراط الحقيقي والفعلي في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلام الطرقية. فإذا كان لا أحد يستطيع منا أن ينكر أن القانون رقم 250/05 متعلق بدولة السير وما أعقبه من مراسيم وقرارات وزارية وتعديلات شكلت فرض شرعية في المسار القانوني والحقوقي لبلدنا في المغرب، حيث يعتبر مرجعا قانونيا جامعا ومانعا لأغلب المصدريات المتعلقة بالسير والجولان بالطرقات وإطارا كذلك مؤسساتيا لقانون حديث وعصري، لكنه كأي قانون آخر يبقى بحق اختباره الحقيقي هو التطبيق على أرض الواقع. وليس لدينا شك أن السادة المداخلين أو المتدخلين والحضور الكريم سيثرون هذه الندوة بعروضهم ومداخلاتهم ونقاشاتهم القيمة، آمنين أن نخرج بمعية فضيلة السيد رئيس المحكمة والحضور الكريم بتوصيات وحلول حقيقية وناجعة لبعض الإشكالات التي يطرحها تطبيق مدونة السير بما يعزز نجاعة السلامة الطرقية بالدائرة القضائية. وخير ما نختم به كلمتنا آية كريمة من كتاب الله العزيز، الآية 25 من سورة الحديد، التي تحمل أكثر من معنى إلهي ورسالة ربانية لكل مستعمل الطريق، وتذكرنا بأن النعم قد تصير النقم بسبب سوء التصرف، وهو ما ينطبق على المركبات في الطريق العمومي التي وإن كان صنعها تكريما وتوفيقا من الله الولي الحميد فإنها قد تتحول بالتهور وسوء الاستعمال إلى ضرر شديد. قال عز من قائل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.